خير علينا وعليكم يا البنات، وش راكم كامل؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رحلتنا اليوم لاكبر المحلات التجاريه اللي موجوده في الشارقه او موجوده هي عموما في الامارات، اللي هي هوم بوكس وهوم سنتر. هادو زوج محلات ديما يديروا عروض في اغلب الايام اللي قبل رمضان او قبل المناسبات اللي تكون موجوده. يستغلوا هذا الوقت وينزلوا البضاعة اللي موجودة عندهم وتكون الأسعار نازلة بالبزاف. الأسعار تاع اليوم مازالت ما نزلتش، راهي غير 50%. قلت خلينا نشوفوا مع بعضنا شوية تاع الأفكار اللي ممكن نزينوا بها الطابلة تاعنا تاع رمضان إن شاء الله. وجيت نشوف الحوايج اللي نازلين جداد باش الواحد يهز فكرة عامة شوية على المنتجات اللي موجودة حاليا في الأسواق. اول حاجة كي تدخلوا هذا المحل تاع هوم بوكس اللي موجود في الشارقة، تلقاو شوفوا الاسعار بزاف نازلة، كاين حوايج فريمون نازلين بالبزاف كيما الفوانيس اللي يحطوا فيهم مشمع، كاين منهم اشكال وكاين منهم الوان بزاف. هادو الاشكال وهادو الستاند اللي يحطوا فيهم تاني تاع الشمع، السعر تاعهم تاني كان مليح. هادو اللي منه كانوا ذهبي مذهبين ومحطو ينحط فيهم تاني شمع، كاين عندهم بزاف الاشكال وبزاف الموديلات اللي موجودين. انا وقفت في السيكسيون هادي، عجبوني بزاف يختلفوا شوية عن الموديل اللي موجودين في ايكيا. هادو تاني تعليقات الواحد ممكن يحطهم يعلقهم، على بالكم في رمضان الواحد يحب يزين البلاصة على جال الأولاد، باش يتفكروا الأيامات نتاع رمضان باللي فيها تزيين وفيها حوايج بيان سور، إلى جانب العبادة طبعا اللي راهي أساسية في رمضان. هنا انا حبيت نصور لكم هذه الطابل اللي محطوط فيها الست نتاع الطابله، ومن بعد رحت قلت خليني نشوف لا سيكسيون تاع المعن كاش ما نشوف حوايج ملاح وحوايج جداد. خلينا نتفرجوا مع بعضنا شويه وزيدوا نعاودوا نرجع لكم بعد شويه. مشيت شويه في المحل لقيت هادو لي مول نتاع السيليكون اللي راهم دارجين بزاف، في عندهم اشكال بزاف مليحه والله. حتى حبست وقعدت نصور فيهم، الاسعار نتاعهم مليحه بالبزاف، وعندهم اشكال كيما هادو الصغار تاع الشوكولا اللي يديروا فيهم لي مول، اللي يديروا فيهم التلج. ومن بعد عديت الجهة الثانية اللي فيها لا ديكوراسيون اللي ممكن نعلقوها في الحيط، وكاين تاني سينيات صغار، عندهم بزاف الأشكال والأنواع اللي ممكن الواحد يستغلها، يدي من كل حاجة شوية يقدر يزين ويدير فريمون اون ديكوراسيون هايلة.
مرات الواحد من خلال البضاعة اللي تكون معروضة تيجي في باله أفكار كيفاش ممكن إنه يزين ركن من أركان الدار ولا جهة باكزامبل تكون ماهيش مستغلة، ولا يزين بلاصة، يزين الطابلة ولا يزين الحوايج اللي تكون عنده. زيارتنا للمعارض والمحلات التجارية الكبيرة مش كل مرة باش نشريو، مرات بزاف نجي ونهزو أفكار على الترتيبات الجديدة اللي نزلت، على الأفكار اللي ممكن إنه إحنا تساعدنا باش نزينه وتحطنا يعني كما يقولوا up to date، باش الواحد ديما يكون متبع الموض ومتبع الحوايج اللي راهم نازلين ترندينج. دركا اليوم أو العام هذا نزلوا بزاف الأفكار اللي خاصة بالصحون، الصحون اللي قاعدين ينزلوا أشكالهم ماشي بنفس الأشكال اللي متعودين إحنا نشوفوهم، أشكال عندهم غريبة بالذات اللي ملونين هكيمة، هادو اللي رانا قاعدين نشوفوا فيهم دركا هادو يعجبوني بزاف بزاف. الأبيض بديس صح نمل منه. لا سيكسيون هادي فيها شوية نتاع الترتيبات والترتيبات الخاصة بالمطبخ، ومن بعد عندهم جهة كاملة حاطين فيها دي تابل وحاطين فيها دي كانابي كامل، كانوا عليهم عروض أكثر من 50%. أنا شريت شوية ترتيبات من هوم بوكس، مانيش راح نوريهم في الحلقة هذه، نخليهم للحلقة الجاية اللي راح نخصصها تكون حلقة خاصة بالترتيبات والتنظيمات الخاصة بالمطبخ. خلصنا بيان سور من هوم بوكس، خرجنا رحنا للمحل الثاني اللي هو هوم سنتر. هوم سنتر موجود في نفس الشارع اللي موجود فيه هوم بوكس، تاني محل معروف بالمواد اللي بالبضاعة اللي موجودة عنده، بالذات عنده البضاعة الخاصة بلا كويزين متشكلة من كل الأنواع والأشكال. حبيت نصورها ونوري لكم البضاعة اللي راهي دارجة هذه الأيامات اللي دارجة في الإمارات. انا متاكده باللي انا مانيش وحدي اللي عندي هوس اني ندور في الاماكن الخاصه بالمطبخ والحوايج ترتيبات نتاع الطابله. كل وحده سيده بيت لازم تكون مهتمه بالحوايج هادو، مهتمه بالترتيب بالنظام، مهتمه انها ديما تجدد سفرتها وتخليها ديما مليحه باش تفتح نفسها وتفتح نفس العائله نتاعها كي حتحط لهم حاجه مليحه. طبعا المراه الشاطره ماشي يعني انا نهدر هدركا، هذه عباره عن فكره يعني ممكن انه نطرحها انا في هذا الفيديو. المرأة الشاطرة ما لازمش تشري كل شيء مرة واحدة، تشري على فترات متباعدة، شوية شوية راح تكون عندها أفكار بزاف مليحة وبزاف الحوايج راح يكونوا موجودين عندها. طبعا الحوايج الخاصين بالمطبخ كل عام ينزلوا حوايج جداد، أشكال جديدة، دونك الواحد ما هوش راح يخلص من المشتريات، بصح يعرف وش الحوايج اللي راهم دارجين وممكن يقعدوا لسنين لقدام وما تروحش لمود نتاعهم. هادو لي موديل انا يعجبوني بزاف بزاف، هادو الصحونه اللي يكونوا ملونين اخضر واحمر واصفر يعطيوا بهجه للطابله. ما نحبش بزاف اللي فيهم الورد، جو سوي كلاسيك شويه، ما نحب اللي يكون ساده، يكون ساده اللون نتاعو يكون ساده ما فيهش بزاف
يعني ما فيش بزاف الرسومات وهكا كيما هادو مذهبين في الداير، وتكون ابيض من داخل فريمون ملاح. تاني لو شيب هذا اللي مربع تاني راهو دارج، وشوفوا كيفاش التسلسل، هما حاطين من الكبير من الصغير للكبير. تاني باش يوريوكم لا تابل كيفاش ينحطوا. هذه المقله نتاع بيتي كروكر واحده من المشتريات اللي انا فضلتها وشريتها، عجبتني بزاف بزاف. لا كاليتي نتاعها مليحه، عندها غطاء ومليحه تقلي مليح، فقلت خليني نشريها باسكو انا المقله نتاعي قدامت شويه. كما قلت لكم في اول الفيديو انه انا كانت عندي بعض المشتريات من هذو زوج محلات اللي هي هوم بوكس وهوم سنتر، ما نيش راح نوريهم دركا في هذا الفيديو، راح نوريها في الفيديو الثاني اللي هي خاصة بالترتيبات الخاصة بالمطبخ، لأنه كاين بعض الأفكار أنا كنت حابة نطرحها في الفيديو تاعي اللي هي خاصة بالترتيبات في المطبخ، الحوايج اللي تسهل علينا كيفاش نحطو الحوايج تاعنا كي يكون عندنا صحون ولا كيسان ولا هكا. نخليها للحلقة الجاي ان شاء الله باش تشوفوها، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. هذه هي حلقتنا لليوم، هذا هو الفلوغ تاعنا تاع اليوم الخاص بالمحلات اللي الكبيرة اللي موجودة في الامارات. نتمنى اني انا اعطيتكم شوية فكرة عن الحوايج اللي راهم دارجين، عن التنزيلات، عن الاسعار، راكم شفتوهم، تعمدت اني نمشي بالعقل ونصورهم لكم. نتمنى انه فادتكم وانه عجبكم الفيديو، وان شاء الله يا ربي نشوفكم في الفيديو الجاي. استنوني في الحلقة الجاي، راح نوجد لكم ترتيبات خاصة بالمطبخ، كيفاش ترتبوا الحوايج اللي عندكم. مانيش راح نقول لكم اكثر، نخليها لكم مفاجأة ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وبقاو على خير.